السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الرابع، ودرس آخر من دروس القراءة. القرية ملك للجميع، فيدور الدرس حول صفات ونيس. ونيس يحب قريته، وصفات أهل القرية، مشكلات القرية التي تواجهها. ونبدأ بقراءة فقرة فقرة وتحليل الدرس. ونيس شاب نشيط وذكي، يعمل مدرسا في إحدى القرى التي نشأ بها. ونيس يحب قريته وأهلها، وهو يباهي بها دائما أمام أصحابه، ظاهر وبهاء وشاكر. معنى يباهي أي يفاخر، مضاد نشيط كسول أو كسلان. في هذه الفقرة موضع سؤال: ما صفات أهل قرية ونيس؟ أهل القرية طيبون، متعاونون، يشاركون بعضهم بعض في الأفراح والأحزان، ويسأل كل منهما على الآخر، ويقدم له المساعدة إذا احتاج إليها. ويجلس ونيس دائما في قصر الثقافة. فأين يجلس ونيس مع أصحابه؟ في قصر ثقافة القرية. القرية بها بعض المشكلات، مثل نظافة الشوارع وسوء استخدام المياه، ودي من أهم مشكلات القرية. وهنا موضع سؤال، تمام، يجي يقول لي: ما المشكلات التي تواجه قرية ونيس؟ هنقول القرية بها بعض المشكلات، مثل نظافة الشوارع وسوء استخدام المياه. من الأسئلة التي تأتي: قائل الفقرة السابقة هو زاهر، وقال له بهاء أن العمدة هو المسؤول، ممكن يجي لي أكمل: ما مشكلات القرية؟ احنا قلناها قبل كده سابقا، نظافة الشوارع وسوء استخدام المياه. طيب ماذا اقترح ونيس بعد قراءة الدرس؟ هنقول أن نبدأ بأنفسنا، ثم نطلب المساعدة وطلب يد العون من الدولة لتكمل ما بدأناه. إننا جميعا أهل، والقرية ملك لنا، فهي بيتنا الكبير الذي يجمعنا، ويجب أن نتعاون جميعا كي تكون قريتنا نموذجية. جمع أهل أهلون، مضاد يجمعنا يفرقنا، مرادف نموذجية مثالية. وأرجو قراءة المعاني بشكل دقيق في البوكلت. ما الذي اقترحه الدكتور؟ اقترحته الدكتورة هدى كما فهمت من العبارة بعد قراءة الدرس. جاوب على الأسئلة دي معايا: أن نتعاون جميعا كي تكون قريتنا نموذجية، فيها الماء النقي والكهرباء، وتكون شوارعنا نظيفة. طيب بعد قراءة الدرس سؤال للمتفوقين: ماذا يوجد في قرية ونيس؟ أحسنتم، قرية ونيس بها 3 مدارس ووحدة طبية وقصر للثقافة. وإلى هنا يكون أنهينا الجزء الأول، قرية ملك للجميع، وشكرا لكم.